هذا الخبز نجوبا عبر الإجابة، فالشيء يبين أن مهام ديال الإجابة هذا البرنامج هذه الشسارة عامة غير تتويج العمل اللي يكون داخل المجال، العمل الأولي اللي يكون داخل المجال، وهذا العمل داخل المجال يرفض حتى الساعة صانع القرار في البلاد باش المغاربة يطالعوا على ما يحدث هناك، لأن تما كيوقع كل شيء، أما الجلسة العامة شيء روتيني، يعني صورة مسخرة بسيطة جدا، حنا عندنا كدوز في ممكن تدوز في ربع ساعة نصف ساعة مشروع عندو قداش ولا شي حاجة مؤطر ومجموعة ديال الأشياء ممكن يمشي بحياة المغاربة ومصالح المغاربة لواحد الجهة أو جهة أخرى، وبالتالي العمل في اللجان هو العمل اللي هو المفروض أنه يتابع من طرف الغالبة باش يأخذ حتى اللي صوتوا عليهم واش فعلا يقومون بالمهام اللي صوتوا عليهم على خطها، للأسف يرفضوا أنهم يروجوها. والدليل على ذلك هو في اللجنة المالية الأخ حسان خدا إنذار يعني إنذار مبين سابقا في البرلمان المغربي، علاش هو ما نشر حتى حاجة، بل شافور يتحدى لأن غلقوا القاعة وخرجوا الصحفيين كلهم رفضوا أن الصحافة تحضر النقاش اللي كان حول الثلاث مشاريع قوانين الآلات والمغفرة لهذا الشيء اللي قالوا لنا ما بسمية إصلاح التقاعد في الحقيقة وإفساد التقاعد ديال المغاربة فيما يخص القطاع العام، وبالتالي داروا تنبيه بأنه فقط أراد تنوير الرأي العام، هو غير قال أنا غادي ننشر، هو ما نشر حتى حاجة، غير قال لهم أنا غنصور بما أنكم منعتوا الصحافة من الدخول والمتابعة للنقاش، خذ التليفون ديالو قال لهم أنا غنصور وغادي نعطي الصحافة هذا الشيء، فمجرد هذه العملية هذه ما نشر حتى حاجة رسمي كبير، وبطبيعة الحال من بعد غير أنتم عارفين ومتابعين المحاكمة ديالو يوم الاثنين كانت جلسة أخرى أو تأجلت كانت مسلسل آخر أو حلقة أخرى من هذا المسلسل المكسيكي درامي اللي إحنا كنعيشوه في هذا الإطار. أنا تعمدت نهضركم على اللجان لأن في اللجان كاين الصراع الحقيقي، وخصكم تعرفوا الإخوان والأخوات أن مثلا خصوصا الموظفين كيعرفوا أو نسمعوا مؤخرا ما يصطلحوا عليه التغطية الصحية للوالدين، فخوتكم في الكونفدرالية هما اللي وقفوها من 2016 وقفناها ومشهور أحمر وكنعرفوا على شنو كنا حنا مستعدين نشكروا الناس لأن هذاك هو نعطيكم أسباب النزول. هاد التغطية الصحية للوالدين قطاع عام وقطاع خاص كانت مطلوب ديال النقابات، لما تم سن القانون التغطية الصحية 2005 اللي خرج في الجريدة الرسمية 2005 خرج واحد المادة 5 من هذا القانون اللي كتقول بأن من يعني ماشي حرفيا ما مفادو اللي عنده الوالدين ديالو أب أم أو ابنين وبغى يحطيهم كيتقدم طلب للصندوق